الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يتعرض لانتكاستين قانونيتين في ظل حملته المكثفه للوصول الى البيت الابيض فقد رفضت القاضيه الامريكيه ايلين كانون في فلوريدا طلب ترامب اسقاط تهمه الاحتفاظ بوثائق سريه بدعوى انها كانت ضمن سجلاته الشخصيه وليست مملوكه للحكومه قالت كانون في قرار مقتضب ان قانون السجلات الرئاسيه لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمه لرفضها وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية CIA ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها وفي انتكاسة أخرى رفض قاض بولايه جورجيا طلب الرئيس الامريكي السابق اسقاط التهم الجنائيه ضده في دعوى التدخل في انتخابات الولايه عام 2020 والتي دفع ترامب بانها تنتهك حقه في حريه التعبير. وصف ترامب الاتهامات الجنائيه بان لها دوافع سياسيه. ويوم الاثنين الماضي قدم ترامب ضمانه بقيمه 175 مليون دولار امام القضاء الامريكي لتجنب احتمال المصادره القانونيه لاصوله. بعد الحكم عليه بغرامه قدرها 454 مليون دولار بتهمه الاحتيال المالي والقضيتان جزء من مشكلات قانونيه اكبر يواجهها الرئيس السابق تشمل اتهامه جنائيا في اربع قضايا وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسه الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسيه المقرره في الخامس من نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تجرى أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي حالي أو سابق في نيويورك في الخامس عشر من أبريل الجاري ويسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه المختلفة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفيدرالية ضده في حال فوزه بالانتخابات